هقارن براكتس. مين الشطور؟ عائشة افتحي كمرتك يا جميلة. يا عقوش عامل ايه يا علاء؟ كويس. ها شاطر، حفظت القرآن اللي احنا اخدناه؟ زيك يا عائشة. مين حفظ القرآن اللي احنا اخدناه قبل كده حبايبي؟ عائشة افتحي المايك يا جميلة. أنا يا مس، شاطر، أنا يا حفظت مش ايه يا علاء؟ ها اول سورة اخدناها. شاطرة يا عائشة، اول سورة اخدناها حبايبي كانت سورة ايه؟ كانت سورة من اللي فاكر اسمها ايه؟ لا النصوص الخمس عائشة التي شطورة عائشة، بس احنا أول سورة أخدناها كان اسمها سورة الإخلاص. مين فاكر هي مكية ولا مدنية؟ ها؟ حفظاها هي مكية ولا مدنية؟ مين فاكر؟ يعني مكية يعني هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ ماب مكية. شاطرة يا عائشة، برافو. هاي يا أظن علاء، هذه مكية. شاطر، سورة الإخلاص سورة مكية، برافو عليكم شاطرين. طيب مين شاطر يقولها لي؟ يلا يا عائشة قولي لي سورة الإخلاص. يا عائشة، يا علاء، يا شاطر، ها قول لي يلا سورة الإخلاص اللي هو قل هو الله أحد. يلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله أعوذ الرحمن الرحيم. بالله بسم الله الرحمن برافو الرحيم شاطرين شاطرين. قل هو الله أحد. يلا يا علاء. والله الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد. برافو عائشة يا جميلة، سقفة كبيرة لعائشة، شطورة ممتازة. يلا يا علاء، ها علاء قولي لوحدك يلا قل والله أحد. قولي يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله الرحيم أحد. يلا قولي يا حبيبي. ها بسم الله الرحمن الرحيم أيوه، ممكن نطفي التليفون ونركز في الحصة حبيبي لو سمحت. يلا يا علاء قول قل هو الله. يلا حبيبي شاطر، ها الله الصمد برافو لم يلد ولم يولد ممتاز. لهم كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، برافو. احنا قلنا في السورة دي ان احنا نعبد ربنا بس، وربنا هو إلهنا الواحد، وما بنعبدش حاجة غير ربنا. وربنا ما كانش عنده ابن، وما كانش هو له اب، وهو لم يلد ولم يولد، وما فيش حد في الدنيا دي كلها. يا علاء ركز معايا يا حبيبي، علاء اطفي التليفون يا شاطر، اطفي التليفون حبيبي. ايوه شاطر يا علاء، انت ممتاز. بنقول ربنا ما فيش حد زيه ابدا في الدنيا، وهو احسن حاجه في الدنيا دي كلها. ربنا لم يكن له كفوا احد، يعني ما فيش له شبيه ابدا في الدنيا. دي سوره الاخلاص. طيب احنا خدنا السوره اللي بعدها كانت ايه؟ ها
الدورة اللي بعدها كانت ايه يا شطار؟ يلا يا عائشة قوليلي. سورة الفلق. سورة الفلق يا علاء لو سمحت. فلق من شاطرة يا عائشة، شر ما برافو يا عائشة. ومن شر غاسق وقب ومن شر النفاثات ومن شر إذا وقب. ومن آخر آية، ومن شر حاسد إذا حسد. آخر آية إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. السورة دي إحنا قلنا إيه يا شوشو، مكية ولا مدنية؟ نزلت في مكة ولا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة؟ ها؟ نزلت في مكة، برافو عليك يا شوشو. طيب احنا قلنا الفلق اللي هو ايه؟ اللي هو الصبح. طيب عدد ايات سورة الفلق خدناها وقلنا هي 5 ايات. سورة الفلق عدد اياتها قد ايه يا جميلة؟ يا علاء يا علاء يا جميل يا شاطر، ركز معايا يا حبيبي. ممكن تطفي التليفون؟ ادي تفاتة التليفون لماما. طيب يا حبيبي، طيب انت بتبص على ايه؟ بنبص معانا هنا يا شاطر. طيب سورة الفلق قلنا هي سورة مكية. سورة الفلق سورة ايه؟ سورة مكية، فيها 5 ايات. عندنا سورة الفلق من 5 ايات. الفلق يعني ايه علاء؟ يعني الصبح. الفلق يعني الصبح، يعني احنا بنستعين بربنا ان هو يحمينا من شر اي حاجة وحشة هو خلقها، من شر ما خلق. يعني مثلا لو احنا بنخاف من الضلمة بندعي ربنا ان هو يحمينا وما نبقاش خايفين. لو انت بتخاف مثلا من حيوان شرير وحش وخايف ياكلك بندعي ربنا ان هو يحفظنا. فاحنا ما نحتاج حاجة ونستعين بحد ونبقى خايفين من اي حد، بنستعين بربنا ان هو ينجينا من الحاجة الوحشة اللي احنا خايفين منها. طيب علي يا شاطر يلا قول لي سورة الفلق انت كمان. قل بسم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ، يلا يا علاء عايز اسمعك حبيبي. شاطر يا علاء انت ممتاز، قول يلا. قل أعوذ برب الفلق ها شاطر، من من شر ما شر، ممتاز. وسوس من شر الوسواسات في العقد. لا حبيبي حبيبي، قل قول ورايا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، برافو، في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الأول نعم يا عائشة حبيبتي. ممكن نقولها من الأول. اه يا قلبي ممكن نقولها من الاول، ممكن اقول وانت تقول ورايا كمان. يلا نقول، انا هقول وانت تقول ورايا. قل اعوذ برب الفلق. قل يلا يا علاء. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لا مش من علاء لو سمحت قول معانا يا علاء، من شر ما خلق. شر ما يلا خلق. يا علاء. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. شاطرة يا عائشة، ممتازة، هنسقف لك سقفة كبيرة قوي يا عائشة، ممتاز. شاطر يا علاء. ومن شر النفاثات في العقد.
ها مش سامعة، على الصوت أكتر. ومن شر النفاثات في العقد. ممتازين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر شر إذا إذا حسد، حسد. احنا بنقول يا اولاد ومن شر حاسد اذا حسد، دي من اللي فاكر يعني ممكن حد، يا علاء يا جميل، يعني ممكن ها حد يا اولاد يكون بيبص لنا كده وعايز يبقى حاجه وحشه تحصل لنا، او احنا عندنا حاجه حلوه يبقى عايزها تبقى مش عندنا ويبقى تروح من عندنا الحاجه الحلوه دي، فده بيبقى انسان مش كويس. عشان كده احنا دايما لما بنقول نشوف حاجه وتعجبنا عند حد بنقول ايه، بسم الله ما شاء الله، بنقول اللهم بارك. ما ينفعش نشوف حاجة كده وانت هنا نبص عليها وما نقولش ما شاء الله. ماشي حبايبي، يلا يا علاء ماشي. قولي سورة الفجر لوحدك. ها سمع يا لولو، ها سمع لي سورة الفلق لوحدك. يلا يا علاء. بسم الله، يلا يا لولو قل أعوذ. أعوذ برب الفلق من شر ما شاطر، خلق. برافو. ومن شر النفاثات، برافو، ممتاز. يلا يا علاء. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يلا يا علاء حبيبي، انا عايزه اسمعها منك كلها لوحدك، انا مش عايزه اتكلم. ها انت شطور، عشان نسقف لك سقفه كبيره زي عائشه. بسم الله اقول اعوذ برب الفلق. يلا ما اكتبش يا علاء بسم يا جميل. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم بيقول الله يلا رب قل اعوذ برب الفلق يا شاطر. فلق. ها قل أعوذ برب الفلق من شر ما شاطر خلق شاطر من شر غاسق إذا وقب. شاطر، برافو. ها من شر النفاثات في العقد في العقد. شاطر، ممتاز. ومن شر، ومن شر حاسد. إذا حسد. يلا كمان مرة عشان تفتكرها أكتر. ها شاطر، انت ممتاز. هنسقف سقفة كبيرة دلوقتي تاني. قل اعوذ برب رب الفلق. الفلق من شر ما شاطر، خلق برافو. ومن شر حاسد غاسق إذا غاسق، وقب. ممتاز. ومن شر، ومن شر النفاثات في العقد. ممتاز. شر ومن شر حاسد، إذا حسد. برافو برافو، شاطر، ممتاز يا علاء، ممتاز، بارك الله فيك، جميل، ممتاز. طيب يلا بقى احنا حفظنا الفلك كمان، نشوف سورة الناس. ومن حفظتها لوحدي يعني. يلا يا شوشو تعالي نقولها مع بعض، قولي يا علاء معايا. يلا قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق يلا يا ولاد قولوا قرروا ورايا. من شر ما خلق. يلا يا شوشو قولي يا حبيبتي. من أول يلا يا جميلة افتحي الكاميرا وركزي معانا عائشة. قل أعوذ برب الفلق. يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم حبيبي، يمكن أروح الحمام. ماشي حبيبي ما تتأخرش، طيب بسرعة. يلا يلا يا عائشة يا جميلة، قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق.
ومن شر غاسقٍ إذا وقب، إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. من شر النفاثات في العقد. ايه ده، ايه ده الجميلة بتضحك ليه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. يلا يا جميلة عايزة أسمعك، قولي كده. ها؟ واحد اه لوحدك خالص، ما اشوف كل الجميلة الشطور. حاجة خلق من شر ما خلق من شر وقبل ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. ممتازة عائشة، برافو برافو، سافة كبيرة لعائشة، الله جميلة جميلة، شكرا شطورة يا شوشو، ما شاء الله جميلة. ها ازيك يا روزة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ يا روز طيب في حد دلوقتي كمان معايا؟ روز دخلت معايا يا حبيبتي، يبقى احنا حد رجعنا يا كمان ولاد. معايا؟ معانا أنس روز هيجي دلوقتي، أنس هيجي دلوقتي، ومعانا علاء. أنا واحدة اسمها بتبدأ بحرف الكاف. مين أشوف لك مين؟ أنا ياسمين. معانا أنس وعلاء وروز وإنتي. يلا يلا يا شوشو عشان الحصة حبيبتي. يبقى احنا كده يا عائشة رجعنا سورة الإخلاص ورجعنا سورة الفاتحة. نعم يا عائشة دلوقتي حبيبتي. دخلت أسيل؟ ايوه لا يا حبيبتي، وعلاء وانتي وأنس. وحتى بصي كان طيب حبيبي هو هقول لك. ايش كان مين يا عائشة؟ نركز في الحصة بقى يا شوشو يلا. عائشة عائشة جميلة، مش انت جميلة وشاطرة وبتحفظي القرآن معانا؟ ايوه انت دلوقتي جميلة وعرفتي تحفظي سورة قل هو الله أحد كلها ما شاء الله ما غلطتيش، وحفظتي كمان يا شطور سورة الفلق ميس كلها وما انا غلطتيش. عارف قل الله احد قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شاطري انوس، مش تسلم الاول؟ ايه ده، مش تقول عامله ايه يا مس، وحشتني يا مس، اي حاجه كده، انت وحشتني خالص. انت كمان يا ميس شاطر يا انس، ممتاز شاطر، بارك الله فيك. فاكر يا انس احنا قلنا سوره الاخلاص مكيه ولا مدنيه؟ قل والله احد. قلنا مكيه صح يا انس؟ طيب انت حافظ يا انس سوره الفلق كمان؟ ازيك يا روز، عامله ايه يا حبيبتي؟ طيب مين حافظ سورة الفلق؟ روز حافظاها؟ يا روز يا جميلة، يا أنس أنت حافظها يا أنس، يلا قول. ناس قول سورة الفلق يلا يا أنس. ايه يا حبيبي؟ يلا يا انس سمعنا سورة الفلق يا حبيبي. اه يلا يا انوس، يا انس طيب يا ولاد احنا كده رجعنا على الاخلاص ورجعنا على الفلق، يلا نراجع سورة الناس يا عائشة. طيب انت فاكره سوره الناس يا شوشو احنا قلنا مكيه ولا مدنيه؟ مكية برافو ممتاز عائشه، ممتازه قوي النهارده، انت هتاخدي لف كبير قوي. بصي يا شوشو سوره الناس يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يلا يا روز يلا الرحيم قولي معايا، بس قل أعوذ برب الناس.
مال الناس مال مين الناس؟ لا اسمعوني الأول، اسمعوني وبعدين هسيبكم تقولوا. عائشة يا جميلة اسمعيني وبعدين هسيبك تقوليها، قولي ورايا وبعدين هسيبك تقوليها. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس، ملك الناس أعوذ بشر إله الناس، قل أعوذ إله من شر ما خلق يا أنس، يا أنس احنا في سورة الناس، يا أنوس حسيت من الإذا شر الوسواس الخناس. من شر النفاثات في من العقل شر الوسواس، من شر الوسواس، قولوا يلا. من شر النفاثات في العقل يا حبايبي كله يفتح الكاميرا ويركز معايا، ما حدش يقول حاجة اللي انا بقولها لو سمحت. مش بفهم مش بنقول يلا يا علاء، سورة الناس يا علاء، يلا كله يركز معايا وكله يردد ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا علاء، يلا يا روز، يلا يا عائشة. رحيم رحيم قل رحيم أعوذ برب الناس. ملك الناس، ملك الناس الوسواس الخناس إله، ما حدش، يا أنس يا أنس الناس حبيبي استنى حبيبي قول ورايا. الناس يا أنس يا جميل يا شاطر، احنا بنقرأ الأول وبعدين هسيبك تسمع. ايه قول ورايا يا أنس وخلاص دلوقتي. إله الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من من الجنة الجنة. والناس يلا بقى، مين الشطور اللي حافظها يقول، ولا ما نردد اكتر؟ أنا قولي يا عائشة. قلت أعوذ برب الناس ملك الناس حسب النشر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة والناس برافو عائشة، برافو، ممتازة، شطورة. يلا يا أنوس أنت كمان شاطرة يا عائشة، يلا يا أنوس. ها طيب، روز عارفاها؟ أنت ما كنتيش معانا وإحنا بنحفظها. روز أنت حافظاها ولا هحفظها لك؟ لا أنا حلوة طب يلا قولي يا حبيبي، يلا قولي. صفحة الفلك كميس الناس يا حبيبي، الناس اللي بعديها مش صح يا ميس يا حبيبي روز، روز ممكن تقوليها بصوت اعلى مش سامعاكي. لا يا حبيبي جنبها يا انس، الصورة التانية، لا صورة الناس، لا ما تقلبش الصفحة. يا حبيبي، يا حبيبي الصورة اللي تحت خالص بقى. روز ممكن تقولي بصوت عالي يا روز. قل أعوذ برب الناس أسرة ماما جدا رسالة طيب رسالة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برافو، ممتاز، شطورة. يلا يا علاء، علاء برافو عليكي يا روز، ممتازة قوي، شاطرة. يلا يا علاء. بسم الله. الناس سورة الناس يا ميس
يا حبيبي سورة الناس يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا علاء. بسم الله الرحمن يلا أنس هتسمع ولا علاء هيسمع؟ ها انتوا الاتنين ما سمعتوش. يلا يا أنوس. يا أنس، ليه؟ أنس قول سورة الناس يا أنس. سمع يلا. أعوذ برب أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطر يا أنس. يلا قول يا أنس. قل أعوذ برب الناس. ما وإيه كمان؟ يلا يا أنس الناس قول يا أنس. يلا قول أعوذ برب الناس يا أنس. يلا يا أنوس. أعوذ رب الناس. انت مش حافظها؟ ركز يا انس معايا، حافظها ولا لا؟ يا انس افتح الكاميرا يا انس لو سمحت. يلا يا علاء. علاء وانس. يلا حبيبي قول. يلا قول اعوذ برب الناس. يلا يا علاء اتفضل قول يا علاء. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ملك الناس، قل اعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ملك الناس، إله الناس. إله الناس. قول الثلاث آيات دول. قل اعوذ برب الناس يلا. أقول ها برب الناس. ها بعدها ايه؟ شاطر برافو. ملك الناس. ملك الناس، بعدها ايه يا شطور؟ إله الناس. إله الناس، طيب تقولهم لوحدك. قل أعوذ برب الناس. يلا لوحدك. وما أعوذ برب الناس من ها شر لا ملك الناس. ملك الناس، إله الناس. إله الناس، يلا قول لوحدك. يلا قل أعوذ. بالفلق، لا يا حبيبي احنا في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. شاطرين قولوا كلكم حبايبي. قل أعوذ برب الناس. يلا يا علاء قول. قل قل أعوذ أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس، إله الناس. إله الناس، تاني يا علاء لوحدك. يلا قول معايا يا علاء. قل أعوذ. قول يلا يا علاء أنت شاطر. إحنا يلا يا لولو. أعوذ برب الناس، قل أعوذ شاطر برب ممتاز. ملك ملك الناس. الناس إله الناس. ها من شر الوسواس الخناس. برافو ممتاز. الذي يوسوس. الذي يوسوس. يلا يا علاء. الذي يوسوس في صدور الناس. برافو ممتاز. من الجنة والناس. يلا يا علاء تاني. قل أعوذ برب. علاء عايزاك تسمعها كلها من غير ما تغلط خالص. أنا مش سامعة صوتك يا علاء. أعوذ برب الناس من شر شاطر. ها ملك ملك. الناس. أعوذ برب الناس ها ملك ملك الناس. بعدها الناس إيه يا علاء؟ إلهي. ها إلهي إيه؟ شر إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. صدق الله. برافو يا أنس ممتاز يا أنس برافو.
برافو، ممتاز. انا عايزه علاء يسمعها كده، هو كمان الشطور. يلا يا علاء، كل معاها، حط معاها، يلا كل معايا، كل معايا، كل معاها، يلا 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 روح يا علاء، وجربي. جميل. يلا يا علاء، انا عايزه تحفظها، ما تغلطش في كلمه واحده، انت شطور وبتعرف. يلا قل اعوذ برب الناس. يلا يا علاء، ملك الناس، شاطر، ممتاز. ها، إلهي، ها، إله الناس، شاطر. ها، شر الوسواس الخناس، الخناس، ممتاز، شاطر. الذي، الذي الذي يوسوس في صدور الناس، شاطر، برافو. من الجنة، الناس. برافو، ممتاز. سقفة كبيرة جدا لعلاء يا ولاد، سقفة لعلاء، شاطر، حفظها، ممتاز يا علاء، شاطر، بارك الله فيك يا عيبة حبيبي. مش عيبة، هي يبقى عيدها مرة احنا تانية، خلاص خلصنا. طيب عيدها يا علاء يا حبيبي عشان نتأكد ان هي خلاص حفظت. عيدها يا حبيبي آخر مرة، بس بص علاء، لا علاء آخر مرة. آه، مش عايزة انا انطق اقول لك اي حاجة خالص عشان تبقى آخر مرة، لو خليتني ما اتكلمش خالص يبقى آخر مرة مش هنقول. يلا يا لولو، طيب ها، مش عايزة أقول حاجة خالص، يلا قلنا كده، طب من بدايتي ايش اقول؟ اولها قل ايش أعوذ اقول؟ برب الناس، قل أعوذ، قل اعوذ برب الناس من شر لا، آه مالك الناس، الناس، ها اله الناس، ها، شر الوسواس الخناس، شاطر، تمام. برافو. وسوس في الذي، الذي يوسوس في صدور الناس، ممتاز. والناس. طيب آه يا حبايب قلبي، ممتاز يا علاء، برافو، شاطر. آه، كلنا المرة الجاية يا حبايب قلبي هنسمع الثلاث سور، هتسمعوهم لوحدكم، هتسمعوا لوحدكم سورة الإخلاص، وهتسمعوا لوحدكم سورة الفلق، وهتسمعوا لوحدكم سورة الناس قبل ما نبدأ خالص. موافقين؟ نعم نعم مس نعم يا علاء، مش نعم عايزين يا علاء. نقرا تاني. طيب هنقرأ تاني يا حبايبي، ها، حد ليه أي سؤال فيهم؟ عائشة أنت حافظاها كويس صح؟ وأنت يا أنس كلكم حافظينهم كويس ما شاء الله، حتى علاء كمان حافظهم معانا كويس. ايوه المرة ايوه الجاية علاء معايا، يا علاء يا علاء، ها المرة ها الجاية قبل ما أبدأ هسمع لكم كلكم الثلاث سور، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس قبل ما نبدأ، علشان عايزين نحفظ السورة الجديدة بقى، ونبقى شاطرين نحفظ سورة إيه؟ صورة الناس جميل، الكافرون. نعم يا حبيبتي، جميل يا نعم ميس نعم حبيبتي، فيها نجمات التسمية عليه نجمات. اه طبعا، ده أيوة هيبقى له خلاص نجمة كبيرة قوي، اللي هيعرف يسمع لي كلهم خلاص هيبقى له نجمة تهديهم كبيرة، منها صح؟ وهيكتب كمان على الجروب ان هو افضل واحد واشطر واحد حافظ معايا، خلاص إن شاء عشان الله كل بيحفظهم. اصحابه يعرف. اه ان شاء الله هيحفظ وهيبقى جميل. فكرة هو دايما يفوز، على طول يفوز. ايوه علاء اصلا شاطر، عارفه ان علاء شاطر وما شاء الله عليه بيحفظ وجميل وشاطر في كل حاجه، وهيحفظ القران كمان حبيبتي عشان شكرا على ربنا كده، يحبنا وندخل الجنه يا ولاد. احنا بنحفظ القران عشان ندخل الجنه، انتوا عارفين يا ولاد اللي بيحفظ القران ده او والله بي كلك يا ربنا، ايوه يا عائشه انت جميله. وانت حسنات كتيرة. اه شطاطره يا عائشه، شطاطره. انتوا عارفين يا ولاد اللي بيحفظ القران كله بيجي يوم القيامه كده مميز ووشه منور عن البشر كلها، وكمان صح ربنا بيلبسه تاج كده بيبقى تاج وهي القران بتاعه. اه وكمان بيلبس باباه ومامته تاج اسمه تاج الكرامه، يعني احنا نبقى شاطرين ومميزين عن الناس كلها يوم القيامه، ولابسين تاج اللي بيحفظ القران اسمه تاج الكرامه، وكمان بتخلي باباك ومامتك هم كمان يلبسوا التاج ده عشان هم كانوا حريصين وبيحرصوا ان هم يعلموكوا القران، يعني اما ماما وبابا ايوه يقولوا لنا تعالوا نحفظ لازم نسمع الكلام على طول عشان هم بيحبونا وعايزيننا احسن الناس صح، وعايزيننا ندخل الجنه، صح شكرا يا يا ميس، شاطرين؟ عفوا حبيبه قلبي، شكرا علاء شاطر وهيحفظ، وروز جميله وهتحفظ، وعائشه ممتازه، وانس ان كمان شاء الله جميل، كلهم شاطرين وهنحفظ. طيب وبسمعك ان شاء الله. المرة الجاية هسمع لكم قبل ما نبدأ الثلاث صور، واللي مش هيغلط فيهم هياخد نجمة كبيرة قوي قوي، وهنقول ان هو اشطر واحد فيكم.
نشوف بقى مين الشاطر اللي هيحصل. مع ميس ليلى. جزاك الله ماشي خير. جزانا واياك يا حبيبي، ربنا يجعلكم كلكم من الصالحين يا اولاد. طب مين مش الشاطر الوقت بقى؟ خالص. لا الوقت ما خلصت لسه، معانا ربع ساعة. يا شاطرين يا حلوين، احنا داخلين ليه كده على قالوا رمضان، كده؟ كل عام وانتم بخير. مين ايه الشطور ده؟ بقى اللي بيصوم؟ تعالوا نتكلم شوية عن رمضان. طب مخ. ايوه ايوه تيتشي أنس بيصوم في رمضان. انا هناخد انس حسنا اه